كانت سلطانة والدة أجمل من كنائنها وزوجات ابنها، هكذا وصفها من رآها، وكانت قوية في عصر قلت فيه قوة الحريم في القصر. استطاعت بذكائها أن تمهد الطريق لابنها حتى يجلس على عرش الدولة العثمانية. عن السلطانة صالحة سبكتي سلطان نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، وذلك استجابة لطلب أحد متابعينا الكرام. لكن قبل أن نبدأ، من فضلك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق نسعد برؤيته. علية الشأن حضرة ليري السلطانة صالحة سبكتي سلطان، ولدت سنة 1680 وتوفيت سنة 1739، أي أنها عاشت 59 عاما. هي زوجة السلطان العثماني مصطفى الثاني ابن السلطان مراد أرضابة والسلطانة جرنوش، وهي أيضا والدة ابنه السلطان محمود الأول، هذا الأخير الذي حكم 24 عاما. إلا أن والدته السلطانة صالحة تبوأت منصب السلطانة الأم لمدة 9 سنوات فقط، ذلك أنها توفيت سنة 1739، أي بعد استلام ولدها للعرش ب9 سنوات. هذه المدة القصيرة نوعا ما لم تمنعها من أن تكون سلطانة والدة قوية، وأن تملأ الفراغ الذي دب في الحريم بعد وفاة جرنوش سلطان. ولدت صالحة سلطان لعائلة يونانية في أوزباكي، كان اسمها عند الولادة ألكساندرا. أصبحت فيما بعد محظية للسلطان مصطفى الثاني، وأنجبت طفلها الوحيد الشهزادة محمود الذي أصبح فيما بعد محمود الأول، ولقد كان هذا الأخير أحدبا نوعا ما. بعد أحداث أديرنا وإسقاط زوجها السلطان مصطفى الثاني سنة 1703، تم نقلها إلى القصر القديم كما كانت العادة. إلا أنها وبذكائها تمكنت من المحافظة على تحالفاتها مع أفراد القصر الإمبراطوري والنخبة فيه، ومن ناحية أخرى تم وضع ابنها محمود في القفص والذي قضى فيه قرابة 30 عاما. كانت والدته صالحة الحليفة الأكثر قوة والأكثر تأثيرا على السلطان، كان يثق بها ثقة كبيرة حيث أنها كانت ذات خبرة سياسية وكان لها فضل في تنصيب ابنها. كونت شبكة تحالفات بنتها على مر سنين، خاصة مع كبير الخصيان السود وهو الحاج بشير آغا الذي ترأس الحريم منذ سنة 1717، وعن طريقه كان من السهل عليها أن تدير الحرم والقصر بقوة كبرى. يقول المؤرخون أنه على الرغم من أنها كانت والدة سلطان في سن 50، إلا أنها حافظت على جمالها الأخاذ وكانت أجمل من زوجات ابنها محمود، كما كانت راعية للفن في العصر المعروف بعصر التوليب. وبعد فترة وجيزة من استقرارها في جناح الملكة الأم، أرسل لها حاكم البندقية 24 فستانا بالإضافة إلى العطور والمرايا وغيرها من الأغراض النسائية، كما أمر ابنها محمود ببناء جناح أسموه فرح فازا لها، وهو جناح لاستمتاعها. في السنوات الأولى من حكم ابنها محمود، أي في الفترة التي كانت فيها صالحة على قيد الحياة، تم تغيير عدد كبير من الصدور العظام، ويعتقد أن هذا كان بناء على نصيحة السلطانة صالحة، وكان ذلك حتى لا يستبد الصدر الأعظم بالقوة. وخلال هذه الفترة كانت هناك شكاوى كثيرة من النفوذ المفرط الذي كانت تمارسه السلطانة صالحة سبكتي، وقيل أن كباكولاك إبراهيم باشا الوزير الأعظم في سنة 1731 اضطر لدفع مبلغ كبير إلى صالحة وإلى رئيس الخصيان بشير آغا من أجل تأمين منصبه والبقاء فيه، وطبعا لا دليل على هذا. كما أن هذا التغيير المستمر للوزراء العظام ترك الباب مفتوحا للمكائد وأضعف الأمر الدولة أكثر. ولقد كانت السلطانة صالحة سبكتي راعية للعمارة في الدولة العثمانية، وذلك للمساهمة في ترسيخ حكم ابنها وإضفاء الشرعية على السلالة العثمانية ككل. وفي سنة 1739 أصيبت بمرض خطير مجهول، وتم نقلها إلى قصر ترناكجي على أمل مداواتها هناك، إلا أنها توفيت في 21 من سبتمبر من نفس السنة ودفنت في ضريح السلطانة ترخان. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.